السلام عليكم متتبعين قناة نرجس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا الحجر الصحي. اليوم غنشارك معكم كيكة بالشوكولات، كتجي معلكة ومسقية بصوص الشوكولات وسريعة التحضير وغير مكلفة، وكيبغيوها الكبار والصغار. تابعوا المقادير والطريقة إلى الأخير وفرجة ممتعة. على بركة الله نبداو المقادير. عندنا 4 صاشيات ديال الخميرة من وزن 8 غرام، 4 البيضات بحرارة المطبخ، كاس تاع سنيدة بوزن كاس تاع دانون، 3 الكيسان ديال الدقيق بوزن كاس تاع دانون، كاس تاع الزيت بوزن كاس تاع دانون، وعندنا دانون فاني، ونص كاس تاع الماء، فيه نص صاشية ديال النسكافي، وعندنا جوج معالق كبار ديال الكاكاو. وللتزيين عندنا دانون ديال الشوكولات وخمسة الحبات ديال الشوكولات وكاوكاو او لوز. هادو هما المقادير اللي عندنا. على بركة الله نبداو الطريقة. اول حاجه خديت الكاس ديال الخلاط الكهربائي، درت فيه 4 البيضات، من بعد غنزيد كاس تاع الزيت، كاس تاع سنيده، ربعة صاشيات ديال الخميرة، من بعد ما غندير الخميرة غنزيد دانون، جوج معالق ديال الكاكاو، من بعد غنزيد نص كاس تاع الماء، فيه نص نسكافي، من بعد غادي نخلطهم وغنزيدهم مع الخليط، ومن بعد غادي نخلط جميع العناصر في خلاط كهربائي. من بعد ما خلطنا جميع العناصر غناخدو اناء وغنكبو فيه الخليط كما كتلاحظوا، ومن بعد غادي نزيد 3 الكيسان ديال الدقيق، وغنخلطهم. من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا كما كتلاحظوا، هذا هو الخليط ديالنا، غادي ناخذوا المول ديالنا وغندهنوا بالزبده ونرشوه بالدقيق، من بعد غادي نكبوا الخليط ديالنا في المول
وفي هذا الوقت انا مسخنه الفران، خاص الفران يكون سخون. ومن بعد ما تبغي ندخلوا الكيك ديالنا نقصوا من البوطه وتكون البوطه مهيله. ودابا غندخلوا الكيك ديالنا الفران. من بعد ما كنخرجوا الكيك ديالنا من الفران كنسقيوه بنص كاس تاع الماء، فيه ملعقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، ودانون ديال الشوكولات، وخمسة الحبات ديال الشوكولات. خمسة الحبات كندوبوهم في حمام مريم، من بعد ما كيذوبوا لينا كنزيدوا معاهم دانون ديال الشوكولات. ومن بعد كنرشوا الكيك ديالنا بكاوكاو او لوز او بيستاج، اي شيء موجود عندكم في البيت. وهذا هو الكيك ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران، كيجي على هذا الشكل. ومن بعد كنسقيوه بنص كاس تاع الماء، فيه ملعقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، نسقيوها كامله من الفوق. من بعد ما سقيت الكيك ديالي كما كتلاحظوا ذوبت الشوكولات في حمام مريم، ودمجت الشوكولات مع دانون ديال الشوكولات باش يعطيني صوص الشوكولات. من بعد غندهن الكيك ديالي من الفوق، غندهنها كامله من الفوق. الصراحه كتجي لذيذه، كيبغوها الكبار والصغار، كتجي معلكه من الوسط وسريعه التحضير. كنتمنىكم انكم تجربوها. من بعد ما دهنت الكيك ديالي بصوص الشوكولات غنرش كاوكاو من الفوق، وإلا كان عندكم اللوز أو البيستاج زينوا به من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالي. من بعد كندخلوها الثلاجة تبرد لينا شوية، وكنتمنىها تعجبكم لأنها الصراحة كتجي لذيذة ومعلكة. وكنتمنى هاد الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك. ولأول مرة داخل القناة ديالي دير لي أبوني وراك على الجرس. يلا بسلام عليكم مع فيديو جديد إن شاء الله.